ويعني نريد تأكيد منكم مرة أخرى موقفكم من الشعب الفلسطيني ومن المسجد الأقصى المبارك بالتحديد في هذه الأيام، وخاصة مع ازدياد الاعتداءات عليه. هذا نحن قبل ذلك العالم كنتم تتابعتم الأخبار، وأننا أصدرنا بيانا من خلال الوزارة الخارجية فيما حدث في الأيام الأخيرة والآونة الأخيرة من الظلم وارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وفي حق البيت المقدس. هذا هي موقفنا ثابت. أنا قلت أنه مسألة عقيدة، ليس مسألة السياسة لأنها تتغير أو أنها مسألة المنافع والمصالح، لا، أنها مسألة عقيدة، والعقيدة لا تتغير، والمبادئ القيم. فإذا هذا موضوع واضح. أظن أنا أدري أن لو أنتم شاهدتم المقطع الذي للأسف هذا المقطع الفيديو أو جزء منه، فأنه قطع من أوله إلى ولم فقط جاء بجزء منه. فهذا يعني كأنه لابد أن نحن ننظر إلى التصريحات، إلى السياق والثبات، فهو الذي يحدد الموقف ويحدد الموضوع. فإذا وللأسف فإذا نحن مرة أخرى موقفنا واضح جدا، وأنه أصلا أظن لا أنا إذا استغربت كيف يعني واحد يأتي ويسأل بهذه الطريقة. لو أنتم تشاهدون مرة أخرى هذا المقطع، أنا قلت هذا شيء عجيب وغريب، لأن يعني كان واحد يأتي ويتحدث يحدثنا من المغرب عن مريخ أو من مريخ. فإذا قضية واضحة جدا، موقفنا هذا ثابت وواضح، وأنه لا يمكن المساومة على هذا، وأننا مع إخواننا في فلسطين ومسألة قضية فلسطين أنها قضية جميع المسلمين، أنها ليس قضية مسلم أو فرد أو أفراد أو شعب، لا قضية جميع المسلمين. فإذا أما كما قلت أنا فيما السؤال كان حول هذا، بأننا نريد حل المشاكل الذين لهم مشاكل عندنا، وأنهم أوجدوا أو اختلقوا المشاكل في أفغانستان، فنحن نريد حل هذه المشاكل، أو الذين هم ينادون من حين لآخر بأن هناك في أفغانستان مشاكل في هذه المشكلة وفي هذه المشكلة، فنحن نقول نحل هذه المشاكل. يعني كان الحوار أو النقاش حول هذا الموضوع، حول أفغانستان، قضية فلسطين والبيت المقدس. طيب هناك ربط